عن وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بني سويف وتحديدا في سدس الأمراء امبارح، وهو موجود هناك زار أسرة من الأسر المقيمة في سدس الأمراء واتكلم معاهم كمان في تفاصيل كتيرة يا جمال. صحيح يا شاذلي، خلينا نعرف بقى التفاصيل دي ونعرف كل اللي حصل في هذه الزيارة ومدار بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأسرة من الأستاذ عادل فكري وكمان زوجته السيدة سناء مرعي اللي معانا على الهاتف. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ جوان، منور الدنيا والله. ده نورك، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني قول لنا بقى في البدايه، اتفاجئت بزياره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايه اللي حصل؟ احكي لنا واحكي للساده المشاهدين كمان. والله حضرتك احنا كنا عارفين ان الرئيس هينزل بني سويف ان شاء الله قريه سدس الأمة ومركز بيبا. فكان عاملين له منصه هنا جنب العماره عندنا في الاسكان الاجتماعي، منصه قريبه خالص للشقه تحت، يعني ما فيش اقل من 200 متر يعني. فساعته لما جه ونزل من العربيه طلع على المنصه دي والقى الكلمه بتاعته للجماهير اللي كانت واقفه والمنسقين بتوع حياه كريمه، وبعد كده نزل من على المنصه دخل يتفقد الاسكان الاجتماعي. فانا كنت اول عماره على ايده الشمال على طول وكنت داخل الشارع. فطبعا كنا بنحيي من البلكونه انا واسرتي، ونادت عليه قلت له اتفضل عندنا يا ريس، اتفضل عندنا يا ريس. طلل لي كده لفوق وابتسم وقال لي حاضر انا طلع لك فوق. كنت متوقع بقى الاستجابه دي؟ لا والله ما كنتش متوقعه خالص يعني. اتفضل. طيب استاذ عادل، انا شايفك مسكت في الرئيس على الغدا. والله عزمت محمد زي على الغدا، وهو كان اقرب مننا يعني، راح هو اللي قال لي لا انتوا اللي تيجوا تتغدوا معايا. كنتوا جاهزين وعاملين حسابكم ان في غدا؟ والله يعني اي حاجه كنا نجهزها لسعاده الرئيس يعني، بس يعني هو مش قيمته يعني ولا مقامه يعني، احنا مهما نعمل يعني ما نديلوش قدره يعني. طيب استاذ عادل، وحضرتك بتتكلم دلوقتي قلت ان المنصه كانت موجوده جنب الاسكان الاجتماعي والشقه اللي حضرتك ساكن فيها، انتوا موجودين؟ أيوة في الشقه. انتوا جيتوا الشقه دي امتى؟ موجودين فيها من امتى؟ استلمتوها احنا ازاي؟ احنا لينا حوالي سنتين كده فيها ان شاء الله. خدناها من صندوق دعم وتمويل المشروعات السكنيه. طيب قولي أستاذ عادل، لما عرفتوا أن سيادة الرئيس هيزور قرية سدس الأمراء، عايز أعرف إيه اللي يعني إيه اللي كنتوا متوقعينه من هذه الزيارة؟ هل كنت متوقع زي ما كنا بنتكلم أنه الزيارة جت مفاجأة، ويمكن حتى الحوار اللي تم بينك وبين سيادة الرئيس كان مفاجئ؟ هل كنت متخيل أو لما كنت بتقعد تفكر مثلا أنت عايز توجه رسالة أو تتكلم مع سيادته، هل إيه اللي كان بيدور في دماغك؟ والله سعادتك انا كنت اول ما جه وقعد معايا انا اللي بدات الحوار، رحبت بيه لزيارته هنا بيتنا انا واسرتي الكريمه. فانا اللي فتحت معاه الحوار، لان القريه هنا اتقلبت من قريه المدينه. والله فعلا يعني اتقلبت من قريه صغيره داخل مركز داخل محافظه، اتقلبت لمدينه لوحديها. حضرتك لو شفت الطريق، شفت الاسكان الاجتماعي، شفت المركز التكنولوجي، القريه فيها ست مدارس. كانت الطلبه بتمشي بتاع الثانويه عامه دي تسافر لمركز بيبا، تخش المدارس بتاع مركز بيبا. دلوقتي المدرسه هنا مش يعني كميه الطلبه اللي بتخش المدرسه قليله جدا على حجم المدرسه اللي موجود يعني. الثانويه العامه دي كانوا بيسافروا لها، دلوقتي لا بتعدي الشارع. انا اولادي بيعدوا الشارع بس يعني، هو الشارع اللي كان واقف عليه سيادته ده يعني اولادي بيعدوه يخشوا المدرسه في دقيقتين يكونوا جوه المدرسه. فانا امن عليهم يعني، ودي حاجة حلوة للقرية. والمركز التكنولوجي ده برضه هيخدم أهل القرية والقرى المجاورة. وبرنامج حياة كريمة ما شملش القرية دي بس، ده شمل كل القرى اللي تابعة لمركز بيبا، وقرى كبيرة جدا. كل القرى النهاردة دخلها غاز طبيعي وصرف صحي وشبكات مياه جديدة ونت، ويعني حاجات القرى عمالة تتجمل والله، والبنية التحتية دي اتشالت تماما واتغيرت. يعني انت كان اللي في دماغك يا استاذ عادل ان انت تقدم له الشكر على اللي حصل في القريه؟ انا اقدم له الشكر ايوه على اللي حصل، احنا مش عاوزين اكتر من كده ده. طيب استاذ عادل، حضرتك يعني خير الناس ممكن يشرح الوضع كان عامل ازاي في القريه دي قبل التطوير اللي حصل فيها. والله القريه يعني الناس دلوقتي بيسموها سيتس سيتي، مدينه سيتس يعني. الناس منبهره بالجمال والروعه اللي حصلت في القريه. لا حلوه سيتس سيتي دي. والله هو كده، تيجي تقول لواحد تقول له قريه ست يقول لك لا يا بيه ما تقولش قريه، قول محافظه ست كمان. يعني حضرتك لو جبت التصوير تاني كده سعادتك
اشوف طريق ولا الاسطورات عندكم في القاهره، والله حاجه يعني ده مهبط طيران مش طريق. يا سيدي حاجه تقعد كده بالليل يا محمد بيه تتفرج على الطريق، يعني حاجه فخمه جدا وحاجه حلوه قوي. ايه تاني اللي تم يعني الوضع؟ يعني حاجه تفرح يعني. استاذ عادل الوضع كان عامل ازاي عشان برضو الناس اللي مش من محافظه بني سويف في جمهوريه مصر كلها يعرفوا الوضع كان عامل ازاي في القريه دي، وازاي تحول للصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ والله يا باشا كل القرى اللي تابع المركز بيبا بتتنقل نقله حضريه. كل القرى اللي دخلها برنامج حياه كريمه ده بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل مجهودات الرئيس، وبفضل برضو الناس القايمه على المشروع، وبفضل كل الناس والله اللي يعني ناس ما بتنامش والله. شغل في القرى ليل ونهار شغال في جميع القرى، مش القريه دي بس. مركز بيبا ده مركز كبير وبيحتوي على قرى كتير جدا، فالشغل فيه في كل بلد وفي كل قريه. طيب استاذ حاجه عظيمه يعني، وكل الناس هتستفيد والله من مشروع برنامج حياه كريمه ده والله. احنا سعداء ان احنا بنسمع الكلام ده منك يا استاذ عادل، لانه زي ما كان شاذلي بيقول لحضرتك يعني انت شاهد عيان، يعني انت عاصرت يا فندم. والله انا مهما 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 لساني اتكلم ومهما اقول والله انا مش بجامل ومش هوفي الناس دي حقها والله، ولو اي حد غيري هيقول لك نفس الكلام ده. أنا دايما حتى انا بصفتي موجه في التربيه والتعليم بلف على مدارس مركز بيبا كلها. والله ما في بلد النهارده ما فيهاش شغل في القريه، شغال فحت وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكات نت. الدنيا بتتغير تماما في القرى، يعني ما الناس مش متوقع ان ده يحصل في قرى صغيره زي كده. والحقيقه يا استاذ عادل كمان ده اللي دايما بيأكد عليه سياده رئيس عبد الفتاح السيسي، انه اهم حاجه المواطن، وان ده حقكم مش مجرد خدمه بتقدم ليكم، لا ده حقكم ان المواطن المصري يكون عنده حياه كريمه. حياه كريمه بقى بتشمل جوانب كتير زي ما حضرتك ذكرت، حتى فرص العمل. وكان دايما كمان سيادته بيؤكد انه في فرص عمل بالفعل موجوده في الكرة دي. طيب عايز اعرف منك بقى يعني كمان احنا شفنا حديث بين سياده الرئيس واولادك، انت عندك ولدين ما شاء الله. عندي ولدين. ايه اللي حصل بقى؟ زياد وعبد الله. ربنا يخليهم. والله هو الرئيس ده يعني رئيس انسان بمعنى الكلمه، والله حنين والله، يعني حضرتك تشوفيه على التلفزيون غير ما تشوفيه قاعد مع في وسط الناس كده، ويعني حاجه حاسسك ان هو واحد مني، مش غريب عنك ولا رئيس جمهوريه ولا كده. يعني دخلته علينا كده والله العظيم، يعني تشرح القلب حاجه كده، تخش القلب كده على طول. راجل بسيط، راجل متواضع، راجل احتضن الناس كلها ساعات. ما فيش حد طلب منه ان هو يسلم عليه ولا يحتضنه ولا يقرب منه، غير ما كسفش حد، جبر كل الخواطر بتاع الناس كلها اللي طلبت. حتى حضرتك لو شفت ما فيش امن مركزي ولا في اي حاجه، وشوف الجماهير حواليه في كل مكان والناس ملتحمه معاه التحام تام يعني. مش طيب استاذ عادل، زوجة حضرتك كانت في اللقاء، هي موجوده جنبك دلوقتي نقدر نكلمها؟ موجوده يا فندم. يا ست سناء صباح الفل. ماشي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيكي. بصي هتكلم معاكي عن حاجات كتيره قوي، لكن في البدايه كده يعني ردود الافعال عامله ازاي؟ انت اتبسطتي لما الرئيس طلع عندكم؟ طبعا. القعده كانت ماشيه ازاي؟ الرئيس هو بيتكلم معاك واتكلم معاكوا في ايه؟ الحمد لله كويسين والله. طبعا الحمد لله، كان الواحد سعيد خالص ومبسوط الحمد لله. طيب يا ست سناء يعني اتفضلي. الحمد لله والله، وحتى الاولاد كلهم كانوا فرحانين خالص بالموضوع دوت، وجابر خاطر له اول ما قال له اتفضل الحمد لله اتفضل ويطلع معانا. طب قولي لنا يا ست سناء بقى، كنت متوقعه ان سيادته هيطلع لكم؟ يعني استاذ عادل قال لنا ان هو نادى على سياده الرئيس من البلكونه واتفضل عندنا يا ريس وطلع. أيه. فكنت متوقعه ده يحصل؟ لا والله، بس حضرتك جابر خاطرنا وطلع عشان حبه الاولاد الصغيرين. قولي له يا استاذ عادل احنا مش مجهزين نفسنا. نعم. قولي للاستاذ عادل احنا مش مجهزين نفسنا، مش مستعدين. لا طبعا، ده احنا بص لو حطيتك ايه، وبعدين ده مش اي حد سياده الرئيس يعني، ده طيب. اي حد، ده
شرفنا والله، مش اي حد يعني. طيب تمام. بالنسبه طبعا استاذ عادل اتكلم عن استفاده القريه بشكل عام، الاولاد استفادوا ازاي، السيده كمان في هذه القريه في سدس الامراء استفادت ازاي، المراه استفادت ازاي عندكم في القريه من المشروعات اللي تمت؟ طبعا حياه كريمه دي عملت للناس كل حاجه فعلا، من اول الحاجه الماديه المعنويه كل حاجه كل حاجه والله، موفرين حتى الاطفال، مش ناسيين اطفال فاعلينها برضه معاهم، عاملين لهم كل حاجه كويسه والله. طب ست سناء بقى قولي لي، جيرانك بعد الزياره دي بقى ايه اللي حصل؟ يعني ايه جيرانك بقى؟ كله فرحان والله، كله فرحان وعمال يبارك لنا والف مبروك. كله فرحان، هو بصراحه ما متفرش خطر حد ابدا، ده حتى الاطفال الصغيره كانت بتيجي عليه تحت في الشارع ما يخش حد، وكله كان بيبوسه ويحضنه، وست كبيره قالت له نفسي اسلم عليك يا ريس، قال لها حاضر انت لك، راحوا نزلوها شويه كده وهو والله يسلم عليها وما رضيش يكتفى. طب ولادك بقى قالوا لك ايه بعد زياره سياده الرئيس؟ والله كله كان من كتر المفاجاه برضه السعاده، مش يعني مش لحد دلوقتي الواحد ما كانش يصدق والله، لا كله كان فرحان، كله كان فرحان، ودي حاجه اتسجلت خلاص في التاريخ، ومش يعني تبقى معنا العمر كله باذن الله. مساعدتكم دي بالدنيا يا ست سناء والله. طبعا طبعا، ده هو زيارته لينا امبارح، انا والله داخل من باب الشقه انا فعلا عماله اسال نفسي انا صاحيه مش مصدقه. طيب بس الحمد لله والله، وشرفنا وشرف الدنيا كلها والله امبارح بزيارته لينا. استاذ سناء انا برضو عايز اسال حضرتك، المراه عندكم استفادت ايه من المشروعات؟ يعني مثلا في مشروعات موجهه للمراه، طبعا احنا بكل تاكيد في مشروعات عامه الكل استفاد منها زي وحده صحيه، زي طرق امن وامان في المنطقه، مشروع الاسكان الاجتماعي، لكن المراه على وجه الخصوص استفادت ايه من المشروعات دي؟ استفادت ايه المشروع هو حياه كريمه دوت، هي استفادت منه برضو، من اول ما اللي ملوش دخل ايه دخل، من كل حاجه كل حاجه استفادوا منها، حتى اللي بتحب يتعالج كل حاجه، هي المراه استفادت برضو بكل حاجه، هي والطفل بتاعها. طيب بما انك بقى ذكرتي كل حاجه كل حاجه والله، ما سابوش اي حاجه الاسره دي تحتاجها غير ما بيلاقوها، من معنويه الماديه كل حاجه، حتى الكشف كل حاجه. طيب ست سناء، يعني يمكن الاستاذ عادل كلمنا عن شكل القريه ان ما كانش فيها مدارس على سبيل المثال، لكن بما انك سيده من قريه سدس الامراء، اكيد لما كنت مثلا بتتعبي او حد من ولادك بيتعب، كنت بتلاقي مستشفيات قريبه، كنت بتلاقي وحدات صحيه قريبه؟ هو فعلا هنا القريه جددوا فيها حاجات كتير، هي من زمان فيها مدارس بس جددوا بقى، يعني عملوا حاجات ما كانتش موجوده زي ثانويه عامه، دي كان الناس تركب لها تروح بيها، ايه بقت موجوده، ايه عملوا بقى الخدمات اللي هي مركز اكترونو، ايه جددوا مستشفيات، الطرق، حاجات كتيره والله، بقت بسم الله ما شاء الله بقت كويسه، بدل ما حد يركب لها مواصله لا بقت جنبينا في نفس المكان، الاسكان دوت يخلوه جميل خالص. بس كل حاجه حوالينا الحمد لله يا رب، ومش احنا بس، ده كل الكره شغال فيها في كل حاجه. طيب بعد زياره الرئيس ليكوا في الشقه بتاعتكم، جيرانكم قالوا لكم ايه بعدها؟ ما هو كله مش مصدق، واصلا كله والله كان واقف في البلكونات كله برضه نفس الفرحه، احنا كله كان فرحان، كله كان عارف ان الرئيس جاي النهارده، كله واقف والله في البلكونات وفي الشوارع، وده كل الناس كانت خارجه في الشوارع، ما كانش حد في البيوت خالص. لا بس انتوا واخدين حاجه خاصه بقى، ده الرئيس طلع عندكم في البيت. ده دي اراده ربنا سبحانه وتعالى عشان بس يكبر خاطرنا. طب احنا كمان شفنا استاذ عادل اهدى سياده الرئيس سبحه. ده والله هي اكيد حاجه كبيره عند ربنا، بس الواحد لو كان في امكانه كان عطى احلى من كده، بس هو دي حاجه كبيره برضه عند ربنا، مش سلحه مش حاجه كده، وقال ده احلى هديه اتهدت ليا. هي يعني يا ست سناء والله يعني محبتكم زي ما دايما بنقول كده، الوسع في القلوب او المحبه من القلوب احسن من اي هديه والله، واكبر من اي هديه، واعتقد هي فعلا جدا والله. كريم قلت له حضرتك تتغدى معانا النهارده، قال لا ده انت ولادك اللي هتيجي تتغدوا معايا، وفعلا رحنا اتغدينا معاه. هي بشكرك طبعا جزيل الشكر ست سناء، وبشكر كمان الاستاذ عادل فكري، يعني نورتونا الحقيقه بهذه المكالمه في صباح الخير يا مصر. يعني اعتقد يا شاذلي يعني زي ما سمعنا اراء الناس كده وردود الافعال ابلغ من اي كلام ممكن نسمعه، وحتى الصوره اللي كانت موجوده امبارح يعني ما اعتقدش ان في تعليق الحقيقه ممكن تحتاجه هذه المشاهد اللي بتعبر عن حب الناس وعن فرحه الناس بوجود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس وسطهم في قريه سدس الامراء.